البونص نزل 5 شهور. أيوة أمين، خلاص ممكن نجيب فيلا زايد. الفيلا غليت يا شريف. الحق يا هشام، فيلا زايد غليت. خلاص خلينا في فيلا الشروق. فيلا الشروق اللي من غير فيو؟ أيوة غليت، فهي اللي عملت فيا كده. استنى ما أسألك على الفيلا اللي في نص الصحراوي. غليت يا عم. مش هتجري في مكانك تاني ورا حلم الفيلا. الفيلا جايه لك في اي ابارتمنت من ماونتن فيو، اول شقه مصممه بكل مميزات الفيلا، شقه بفيو على البارك، وعندك فرصه تاخد كابن بجنينه، سكاي لاونج على الروف للعزومات، وجراج ومخزن خاص. اي ابارتمنت من ماونتن فيو قربت لك حلم الفيلا. مريح ليه؟ جبت الفيلا؟ لا انا جبت اي ابارتمنت في قلب التجمع، وفي في قلب اكتوبر كمان. ماونتن فيو.